كواليتي. شوف شو مفهوم الكواليتي وين ببلش عندنا يظهر مفهوم الكواليتي. الكواليتي بيظهر عندنا في حالة الساتوريتد ميكس، يعني في الحالة اللي بيكون فيها عندنا ميكس بين الفيبر والليكويد، في حالة يظهر في حالة ساتوريتد ساتوريتد ميكس، اللي هو عبارة عن ميكس بين الفيبر والليكويد. ميكس بين فيبر and ليكويد. بهاي الحالة بيظهر عندنا مفهوم اسمه الكواليتي، الرمز له X. X عبارة عن الكواليتي، القانون تبع الكواليتي equal to الماس تبعت الفيبر، ماس of vapor على الماس total. equal mass of vapor نختصرها بالام في على الام تي اللي هي الماس توتال. نشوف الماس توتال عبارة عن شو. ماس توتال equal ماس الفيبر زائد ماس الليكويد زائد ماس الليكويد. زائد ماس الليكويد. نشوف شو القيمة اللي ممكن تتراوح بينها قيمة الكواليتي. الكواليتي ممكن تكون بين equal 0، ممكن تكون equal 1، ممكن تكون between 0 and 1. نشوف الحالات اللي متى بتكون فيهم equal 0، متى equal 1، متى بتكون بين 0 و 1. في حالة saturated liquid حالة saturated liquid تكون عندنا قيمة الـ X اللي هي الـ quality equal 0، لأنه الـ MV equal 0. حالة الـ liquid ما بيكون عندنا vapor، فالـ X equal 0 بناء على القانون. نشوف في حالة saturated vapor عندنا الـ X equal 1 بناء على انه الام للليكويد ماس الليكويد equal 0. نشوف في حاله الساتوريتد ميكس اللي هي اللي بتظهر عندنا قيمه الكواليتي. ساتوريتد ميكس عندنا قيمه الكواليتي بتكون between 0 and 1. هيك نكون عرفنا ايش الكونسبت تبعت الكواليتي وشو القيم اللي ممكن تتراوح بينها في حالة اختلاف الفيز تبع المادة عندنا. ننتقل هسه نشرح عن الدياجرامات اللي ممكن نشوفها بالثيرموداينامك، ممكن تساعدنا على حل المسائل وعلى شرح وتعيين المناطق والحالات تبعت المادة. نبلش بأول منحنى اللي هو تي في دايجرام بالتمبريتشر والفوليوم. الدايجرام عند الواي اكسس التمبريتشر، عند الاكس اكسس الفوليوم. نرسم عنا ونشوف كيف توزيع حالات المادة على منحنى تي في دايجرام. نبلش بالمنطقة اللي بتكون at the top of the dome اللي هي هون، يكون عندنا هون اسمها critical point. هاي المنطقة اسمها critical critical point. نشوف المنطقة اللي هي قبل ال critical point على المنحنى اللي هي compressed liquid. نشوف المنطقة اللي بعد الكريتيكال بوينت بيكون عندنا سوبر هيتد فيبر.
هون المنطقة هاي سوبر هيتد، سوبر هيتد. فيبر. والمنطقة اللي بتكون تحت المنحنى هي ساتوريتد ميكس، اللي هو بيكون ميكس بين الفيبر والليكويد. ساتوريتد ميكس اللي هون بتكون الكواليتي، بتظهر مفهوم الكواليتي اللي بيكون قيمته بين 0 and 1. نشوف هسه الخطوط على المنحنى نفسه اللي هي هون. ايش هاي المنطقة بتكون؟ هاي المنطقة هون بتكون عندنا saturated liquid، saturated liquid. نيجي للمنطقة الثانية اللي هون، هاي المنطقة اللي بتكون على المنحنى عندنا saturated vapor. عندنا هون عند saturated vapor زي ما شرحنا من قبل ال x equal 1، equality equal 1. وفي حالة saturated liquid عندنا ال x equal 0. هون بينا توزيع الفيز تبعت كل مادة على ال TV diagram، منحنى ال TV. نشوف هسه المصطلحات والمفاهيم تتعلق بالفوليوم والسبيسيفيك فوليوم، ايش القوانين اللي ممكن نستخدمها. نيجي نبلش بالفوليوم، نشوف ايش هو مفهوم السبيسيفيك فوليوم اللي راح نستخدمه في حل مسائل. السبيسيفيك فوليوم هو عبارة عن الفوليوم على فوليوم على المادة. الوحدة إلو equal متر تكعيب بير كيلو جرام. عندنا هذا مفهوم specific volume، والرمز لإلو بيكون بهذا الشكل specific volume. نشوف كيف ممكن نستخدم مصطلح الـ specific volume أو الـ volume total مشان نطلع قيمة الـ x الـ quality. نشوف شو الـ volume total. احنا حكينا عن مفهوم الـ quality، رح نرجع نوضح أكثر. حكينا بيظهر الـ quality عندنا في حالة الـ saturated mix. عندنا الـ volume total، total volume VT، عبارة عن رح تكون الـ volume للغاز أو الـ vapor زائد الـ volume VF اللي هي عبارة عن الـ volume للـ liquid. VF equal to volume for liquid. هسه رح يصير عندنا اشتقاقات مشان نوصل لقانون بيساعدنا في حل مسائل عشان نوجد الـ x اللي هي الـ quality. خلينا نقسم هاي الـ equation على الـ mt اللي هي الـ mass total، وهاي الـ equation على الـ mass total. بيصير عندنا vt على mt عبارة عن الـ specific volume total، specific volume equal ال V عبارة عن specific volume لل G لل vapor في ال M G على ال M T. احنا بس عم نعوض قوانين، زائد ال specific volume لل liquid في ال mass تبعت ال liquid على ال mass total. هسا عندنا الماس للفيبر على الماس توتال عبارة عن
اكس، هاي القيمة ايكوال اكس. خلينا نشتق ونطلع نشوف كيف ممكن نحسب الاكس. نكتب القانون اللي احنا بلشنا فيه اللي هو specific volume total equal c if specific volume f واحد ناقص x. بنوصل لقانون ثاني اللي هو v specific volume equal to specific volume at liquid plus x specific volume at fg. هاي القيمة بعد ما نتعرف على التابلز تبعون الثيرموداينامكس راح نطلعها من التابلز from tables. عندنا هذا أول قانون راح نستفيد منه في حالة الـ saturated mix مشان نطلع قيمة الـ specific volume total، وممكن من هاي القيمة نطلع قيمة الـ x equal to specific volume total minus specific volume لل liquid على specific volume for fg. هاي عنا القانون الثاني اللي ممكن نستخدمه في حالة كان عندنا الـ phase saturated mixture. ننتقل هسه للشرح عن الجداول وكيف ممكن نستخدم الجداول وإيش المفاهيم الموجودة بالجداول مشان نحل المسائل.